مرحبا بكم مجددا، نكمل درسنا في التايمرات. هالمرة راح ناخذ 3 تايمرات. عندنا التايمر اون ديلي، اذا تروح على الانستراكشن تلقى تايمر اون ديلي، وتلقى تايمر اوف ديلي، وتلقى عندك الريتنتيف تايمر اون ديلي. فهاي التايمرات ثابتة في كل بي ال سي تلقاها 3. انا هذا التايمر اون ديلي انا رتبته كملته حتى الوقت الفيديو لا يصير طويل وممل. شوف ايش عندك بالتايمر اون ديلي. اول شيء لما ما تروح للداتا فايل عندك بالتايمر عندك T4 فقط، T4 وبها هاي الاضافات اللي هن الانرجايز والدبل تي والدي ان داون كاونتر والبيس اون وات. اوكي هسه انا راح اشرح كلهن، وعندك البريسيت والاكيوميليتر. زين شوف هنا عندك بوش بوتوم او كونتاكت، هذا راح يفعل لك التايمر اون ديلي مالتك. هنا التايمر مالتك الاسم مالته اوكي، او اللوكيشن مالته او الادرس مالته اللي هو ايش قد عندنا. قلنا عندنا فقط تي 4 و كولن 0، فهو هذا تي 4 كولن 0، عنده تايمر واحد فقط. وممكن تضيف اذا تريد تضيف بعد تايمرات من البروبرتيز، وتضيف 10 تايمرات اذا تريد عندك استخدام للتايمرات، صار عندك 10 تايمرات. المهم احنا هسه راح نستخدم بس اول واحد اللي هو تي 4 0. زين تايم بيس بي 3، تريد تسوي ثانية او تريد تسوي ملي ثانية او تريد تسوي 10 ثانية، انت بعد حر. انا راح اخلي الثانية اوكي، هذا الريزولوشن مالته، يعني تريد مثلا هنا دقة اكثر من الثانية اوكي، لان هذا ملي ثانية تقدر حرية اكثر بي اوكي. فراح اخلي على الثانية. وعندك البريسيت يعني ايش قد تريده، الوقت مالته ايش قد تريده، سيت بوينت مالته راح اخلي فرضا 8 اوكي. وهذا الاكيوميليتر هو يعد حد ما يوصل 8 وراح يسوي لك اما تشغيل او اطفاء. زين هسه خلينا نجي للتايمر اون ديلي. شلون يشتغل تايمر اون ديلي؟ من اسمه دائما نذكر اسمه تايمر اون ديلي، يعني التاخير يصير عند التشغيل. يعني من راح اسوي هذا التوجل بيت راح يصير بي ديلي، وبعد هذا الديلي راح يعطيني اوتبوت اوكي. هسه نجي للمخارج مالته. بي 3 مخارج، بي الانرجايز اي ان وبي الدي ان اوكي، وبعد شنو بي تي تي. تي تي ما اعرف ليش ما مخليها، بس هي موجوده اللي هي هذه هنا. زين هذا بي 3 مخارج. اول وحده انرجايز، طالما اكو انبوت الانرجايز مشتغله، طالما اكو انبوت الانرجايز مشتغله. زين عندك الداون، هي الداون مأخوذة من داون كاونتر او داون تايمر او كاونت داون اوكي. المهم هذا الداون هي اللي راح يصير عليها الفعل، يعني هي اللي راح تتأخر بالتشغيل، تتأخر 8 ثواني يلا تشتغل اوكي. فالعمل مالتهم راح يصير على الداون. وعندك التي تي هي تايمينج. التايمينج يشتغل عكس الداون، يعني التايمينج ايضا راح يعطيك اوتبوت، وبعد مده زمنيه راح يعطيك راح يفصل اوتبوت ويشغل لك الداون. فتقدر هنا تستدعيهن من خلال تايمر 4 colon 0 انرجايز، انه بتستدعي الداون وتستدعي التايمينج اوكي. وكل وحده خليتها الى اوتبوت معين. زين هسه خلينا نسوي كومبايل ونشوف وين راح نوصل ويا التايمرات. زين هسه هذا التايمر لما ما اشغل، احنا اتفقنا شنو هو اون ديلي، يعني راح يتاخر فقط بدايه التشغيل. راح اسوي له توجل بيت، شوف الطاني يا هو الطاني الانرجايز الطاني الدبل تي، وهو قاعد يعد 5 6 7 بالثمانية الطاني الداون اوكي. فالكاونت داون مالتي وين صار على الدي ان. الدي ان هو اللي اقدر استفاد من عنده بالتايمر اون ديلي. هذا بالنسبة للتايمر اون ديلي. عندك بعد تايمر ثاني يشتغل عكس هذا العمل، تايمر اوف ديلي. ممكن نجيب هذا التايمر اوف ديلي وهذا الاون ديلي نمسحه. زين تايمر شنو نوعه؟ اسمه تي، عندنا تي 4 اوكي، عندنا ال 1 عندنا ال 0 كيفك اي واحد تستخدمه، والبيس اون 1 راح اخليه، والبريسيت مالته ايضا راح اخليه 8. شوف هنا شنو الاختلاف. هنا ما راح اغير هذني، او خلينا نخلي 0 حتى
بالتالي يصير تأخير، لأن راد أغير الباقيات إذا خليتها 1، أغير هذه الكونتاكات اللي هنا، فراح أخليه 0 حتى يبقى نفسها. زين، هسه تي 4 0. المهم هنا تايمر اوف ديلي، يعني من تطفي هذا الكونتاكت يلا يشتغل ويبقى يعيد، يعني يسوي لك في التأخير بالتشغيل، يعني أنا بالإطفاء، أنا مثلا طفيت وأريد تبقى فتفان مشتغلة بعد 10 ثواني يلا تنطفي، وبعد 8 ثواني يلا تنطفي، لازم نستخدم التايمر أوف ديلي. فخلنا نسوي له كومبايل سيف ونسوي له ريفرش للإيموليتر مالتنا ونروح أونلاين. من رحت أونلاين شوف هسه أني شغل طبيعي جدا، ماكو أي عد بالتايمر أوف ديلي، ما يعد. شو مشغل لك؟ مشغل لك الداون ومشغل لك الانرجايز. قلنا الانرجايز دائما يبقى مشتغل، هذا اتفقنا عليه. الداون هو اللي راح يصير عليه الفعل، الداون راح يبقى مشتغل مدة 8 ثواني بعد الاطفاء. شوف هسه راح اطفي يعني مدة 8 ثواني يبقى مشتغل، 3 4 5 6 7 8 وطفالك الداون. اوكي، وهذا التايمينج، هذا المدة اللي يسوي بيها تايمينج، هذا يبقى مشتغل التايمر تي تي. اوكي، فقلنا احنا عملنا راح يصير على الداون. هذا بالنسبة للتايمر اوف ديلي. بعد عندنا تايمر ثالث، طبعا هاي التايمرات موجودة في كل البي ال سيات. عندنا الريتنتف تايمر، تايمر ريتنتف من اسمه يعني يتذكر، هذا التايمر يتذكر بانه وين وصل. اوكي، فهذا الريتنتف تايمر يحتاج لريسيت، يعني بما انه يتذكر اذا ما راح يترست، اذا شلت ايدك من البوش بوتوم راح يبقى خازن في قيمه معينه. هسه راح ننفذه ونشوف كيف يشتغل. زين، بيس اون 1 راح اخليه 10 حتى شوي نتحكم بيه اكثر. خوش خوش حكي. هسه نسوي له كومباين طي سيف و نسوي ريفرش. اوكي، هسه راح اشغل واروح اونلاين. هسه رحنا اونلاين، لما ما اسوي له، طبعا هو نوعه شنو؟ نوعه اتفقنا بانه اون ديلي، اوكي، وليس اوف ديلي، هو اون ديلي، ولكن الاضافه اللي هو ريتنتيف، يعني يتذكر بانه هو وصل. شوف راح احط اسوي له توجل، بدا يعيد 1 2 3، لما ما اشيل ايدي بقى خازن المكان اللي وصل للاكيوميليتر، الاكيوميليتر وصل للخمسة. اوكي، راح اسوي له توجل. اوكي، وصل السبعة 8، شوف يتذكر. فهذا التايمر عمله يصير استذكار يذكر، ولازم تحط له ريسيت. 9 10، هنا صار عندك تحقق الشرط مالتك. شوف هسه هنا ما صار عندك 0، المفروض تضيف ريسيت. هسه شلون نضيف الريسيت؟ الامر ريسيت وين صار؟ الريسيت ايضا موجود في التايمرات، موجود الريسيت هذا تقدر تستخدمه للكاونتر، وتقدر تستخدمه المنت، تقدر تستخدمه للتايمر. فهذا الريسيت خلينا نوقف. راح اضيف لي بعد برانش، وهنا اضيف الريسيت وتحط له فد كونتاكت. اوكي، هسه هنا خلينا نضيفه بالتايمرات ار اي اس، جيبوا السحبة تخليه هنا. اوكي، الريسيت المنت تريد، الريسيت اريده المنت لنفس الادرس، اذا كتبت غير ادرس ما راح اسوي لك ريسيت عليه. تي 4 سلاش كولن 0. اوكي، بعد يراد لهنا فتشي تسوي له انيبل بي. اوكي، هسه عندنا هذا 0 تي 4، لا راح استخدم بي 3 كولن 2 الى 1. اوكي، ما عندي ايرور، اهم شيء ما يكون عندك ايرور حتى يتنفذ البرنامج بصورة صحيحة. زين، هسه قلنا هذا استذكاري ريتنتيف، فرضا وصل للقيمة معينة، وصل للستة. لما ما اسوي توجل للريسيت، توجل لما سويت للريسيت، شوف ايش راح يصير عندي. انتبه على الاكيوميليتر، قلت هسه 6، لما ما اسوي توجل الاكيوميليتر صار بي 0، اشيل ايدي من التوجل.
هنا هذا الكونتاكت سوى لي ريسيت لهذا التايمر، فهذا التايمر رجع صفر. اوكي، فقط بهذه الطريقة ممكن تراسته. اوكي، وممكن تخلي واحدة من الكونتاكات ترجعها عليه اذا تريد تسوي لوبات حتى بالتايمر اون ديلي تايمر اوف ديلي. ممكن تجربها اذا منزل برامج، ممكن تجربها الريسيت تخليه ياخذ امر مالته من فرضا من الداون كاونت. اوكي، من الكاونت داون، فمن يوصل كاونت داون راح يسوي ريسيت يرجع من جديد يعيد وهكذا. فممكن الريسيت تاخذها من واحدة من الاخراجات من الانرجايز. الانرجايز قلنا هاي تبقى ثابتة، ولكن تقدر تاخذها من الداون او تقدر تاخذها من التايمينج. فهذا بالنسبة لثلاث تايمرات اخذنا بهذا الدرس، اتمنى استفاديتوا، واهم شيء تجرب في البيت او في حاسبك الشخصي حتى يصير عندك ممارسة. تحياتنا.